يعني في سؤال معاليك، في سؤال الآن يعني بدأت فرز الأصوات من الساعة 8 تقريبا مساء أمس إلى اليوم، ربما يعني المتابع أو المتتبع يقول لك ليش التأخير هذا؟ على ما يدل ذلك برأيك أستاذ أحمد وأنت خبرة ما شاء الله في هذا المجال؟ هذا يدل على الشفافية وعلى الحيطة وعلى الدقة في العمل. لدينا عمل متميز، جامعة القاسمية الآن على مستوى كل يسمع أن النتائج تطلع من جامعة القاسمية، وهذا شيء تشريف لأبناء الشارجة وقيادتنا الحكيمة. والتأخير في نحن لا نقول تأخير، نقول تأني العمل. تأني يعني نعم. التأني في فرز الأصوات مش التأخير. بالضبط نعم. التأني والجودة نعم. التأني والجودة، ونحن يعني تطلع ساعة نتائج مضبوطة، ولا نهرول لأن يعني عمل يلا خلص لا، هذا عمل خلف قيادة حكيمة، خلف صاحب السمو، خلف الإعلام، خلف المجلس العامي الأمان العام الاستشاري، خلف المجلس التنفيذي شعب الشارجة. فالتأني والهدوء وتطلع العملية متكاملة الأركان وعملية يعني مضبوطة. أيضا لا ننسى الدور حتى زيارة معالي الدكتور الوزير أنور درقاش لمراكز الاقتراع، هذا يعني إشارة أيضا بأن العمل هذا متميز في جودة. فلذلك إحنا ما نريد أن يعني ما 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 في مجال للخطأ. نعم. لابد أن يكون العمل متميز، وهناك يعني ننتظر ويطلع شيء راقي أحسن من أن يطلع شيء بدون. لا لكن يمكن لأنها أستاذ أحمد يعني تجربة أولى، ممكن مثلا في المرات القادمة يكون الفرز أسرع من ذلك، ولا العملية يعني ماشية إلى الآن كما تراها بشكل طبيعي؟ شوف اللي وصلت له دولة الإمارات ووصلت لإمارة الشارجة من 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 عمل ومتميز، هذا شيء يثلج الصدور وراقي. لكن أنا أعلم وأعرف أن سيدي صاحب السمو وأبناء الشارجة والقائمين على هذا العمل لن يعني يفتخروا أي جهد في إذا كانت هناك إضافات إيجابية في المستقبل، أو إذا هناك وصلت تقنيات يعني إحنا ممكن نوصل إلى أن يتم التصويت عبر التليفون في يوم من الأيام. نعم. ممكن أن تكون هناك يعني، فأنا متأكد أن صاحب السمو الله يحفظه يعني يريد للشارجة الأحسن والأجود والأرقى، لكن ما وصلنا إلى الآن راقي. والدور الإعلامي أيضا، الإعلامي ليس فقط لإعلان نتائج. نعم. أو فقط للتغطية، ولكن لنشر ثقافة أكيد لإبراز. نعم. دور مهم جدا في إمارة الشارجة لكل من أسسوا قبلنا، وإخواننا في المجلس الاستشاري من إداريين ومن إعلاميين ومن برلمانيين، ونحن عيالهم وأنتم كذلك يعني نكمل المسيرة. لكن أنتم أضفتوا إضافة إيجابية أكيد. الإعلام قبل 15 سنة كان مختلف، الآن أصبح يعني أصبح التواصل حتى على مستوى العالم. أنا في القاهرة يعني في جامعة الدول العربية، وأن نتواصل معكم هذا شيء يعني ليس بغريب. نعم. هذه الجهود باينة معاليك يعني أكيد. نعم. نعم طال عمرك. الآن أنتم كأعضاء مجلس وطني وكخبرات موجودة في الدولة، إذا أراد أحد أعضاء المجلس الاستشاري الجدد أن يتواصل، أن يكتسب خبرة من عندكم أو أن يستفيد من خبراتكم، هل ممكن ذلك أو كيف؟ الله أكبر. نحن نعم. وصلنا للمجلس الاستشاري، إذا كانوا الأخوة المنتخبين وصلنا من أبناء الشارجة أكيد. هم اللي دعمونا وقفوا ويانا وسهروا ويانا وشاركونا، والمعينين من سيد صاحب السمو الإضافات الإيجابية والإضافات التكميلية خلني أقولها لي، أن نطلع بمجموعة متميزة. فالمجلس الوطني الاتحادي فاتح أبوابه، وهناك قنوات التواصل، والأعضاء يعني برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي، ويعني القيادة الحكيمة خلني أقول أوجدت مجلس متميز في إن شاء الله أن يكون داعم. وبعدين تدري تواصلنا مع المواطن الإماراتي تواصل يعني متميز، لأن الإمارات وأقولها يعني وعلى على يعني
على الإعلام بأن القيادة الحكيمة لم تترك للمجلس الوطني الاتحادي يعني مجال، دائما هي سباقة، ودائما القيادة دائما موفرة ما قد يطلب المجلس الوطني الاتحادي إن كان أو المجلس الاستشاري. والتواصل وهذه الشراكة في المنظومة الإماراتية شراكة متميزة، والمجلس الوطني لديه يعني حضور في كل الإمارات مع القيادة الحكيمة ومع كل مكونات المجتمع الإماراتي، لا نقتصر فقط نقول على الإماراتيين، ولكن لدينا شركاء ولدينا ضيوف في دولة الإمارات العربية المتحدة نعمل معهم على يعني ازدهار هذا الوطن وتوصيل رسالة للمجتمع الدولي عن التعايش المتميز وعن الشراكة في صناعة النهضة وعن العيش الكريم لكل مكونات المجتمع الإماراتي. نعم، شكرا لمعالي أحمد محمد جروان رئيس البرلمان العربي، كان معنا عن طريق الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة، وما نستغني عن أبو محمد أكيد.